المصنع يتكون يعني من دو باتيمون، هم عمارتين. العمارة الأولى يعني الأشغال جد متقدمة، فاقت 85%، يعني حتى الأجهزة واللي تم يعني جلبها وراهي متواجدة على مستوى يعني الورشة. بالنسبة للو دوزيام باتيمون دونك نسبة الأشغال حوالي 30%. كل الأشغال تاع التهيئة كذلك تم الانطلاق فيها وهي بنسب يعني متفاوتة. بالنسبة للاستلام يعني تاع الأشغال ظن نهاية أوت يعني سيتم الاستلام بالنسبة للمصنع بكامله. تنتج أربع أنواع من علبة فيات، فيات 500 دوبلو سياحية ونفعية تيبو، وكذلك بوندا ابتداء من سنة 26، هي نهاية 25 ولكن 26 تكون إن شاء الله جاهزة للسوق المحلي وللتصدير إن شاء الله. أما فيما يخص الأسعار، أسعار لأنه السيارات مستوردة وبالتالي أسعارها يعني مقارنة مع بعض الدول فهي أسعار معقولة. أما لما يتم الإنتاج هنا في الجزائر فطبعا أن الأسعار راح تكون تتراجع نسبياً.